استدعى حاكم البلاد مستشاره وكلفه بصياغة قرار يرفع سعر السكر بنسبة 10% ويدعو فيه الشعب إلى الصبر والتحمل. فبث المستشار إشاعات في الأسواق بأن الحاكم ينوي زيادة 50% على سعر السكر والزيت واللحم والتمر والقمح والشعير، فضج الناس ساخطين غاضبين. وفي الأسبوع التالي بث المستشار إشاعة ثانية تؤكد قرب إصدار الحاكم قراره بتحريض من بعض المستشارين. أخذ الناس يتجادلون، ظلم كبير هذه السلة الضرائبية، فلو كانت 10 أو حتى 15% وعلى مادة واحدة لهان الأمر. في هذه اللحظة بالذات ذهب المستشار إلى الحاكم وكتب نص القرار: تلبية لرغبات شعبنا العظيم، قررنا عدم الإنصات لمستشاري السوق، واكتفينا بزيادة 12% على سعر السكر فقط. فتنفس الناس الصعداء وهتفوا: عاش الحاكم، عاش الزعيم الذي منح المستشار رخصة استيراد السكر.